بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. علاج أصداء القمح، من المعروف يا جماعة إن إحنا عندنا ثلاث أنواع من الأصداء تصيب نبات القمح، واتكلمنا عليهم قبل كده في حلقة سابقة وشرحناهم بالتفصيل. طيب إزاي ترش أو تكافح هذه الأمراض الفطرية الخطيرة اللي ممكن تأثر لك على إنتاجية نبات القمح بشكل كبير جدا؟ طيب ايه هي الثلاث انواع من الاصداء دول يا جماعه؟ على السريع كده افكركم بيهم. رقم واحد اللي هو صدأ الاوراق، وبيطلق عليه الصدأ البرتقالي. رقم اتنين اللي هو الصدأ الاصفر، ويطلق عليه الصدأ المخطط. رقم ثلاثة يا جماعه وهو الصدأ الاسود، ويطلق عليه صدأ الساق. والصدأ الاخير ده يا جماعه من اخطر الامراض اللي ممكن تدمر لك المحصول بشكل كامل. رقم واحد يا جماعه نتكلم عن صدأ الاوراق او الصدأ البرتقالي، وازاي ان احنا نقدر نكافحه او نعالج الاصابه لو حصل عندك اصابه بالفعل. صدأ الاوراق يا جماعه او الصدأ البرتقالي بيبقى عباره عن بروزات دائريه الشكل وغير منتظمه وغير متصله ببعضها البعض، زي ما احنا شايفين كده في الصوره يا جماعه، عباره عن دوائر لونها برتقالي ورا بعضها كده، بس مش متصله، بتبقى متفرقه ومش متصله ببعضها البعض. وبيبدأ ينتشر هذا النوع من الأصداء يا جماعة في درجات حرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية ورطوبة نسبية عالية، يعني الوسط الأمثل لانتشاره يا جماعة غالبا ما بيكون في شهر واحد وشهر اتنين، أو شهر يناير وشهر إيه فبراير، يعني الوقت اللي إحنا موجودين فيه ده. يعني دلوقتي حضرتك تروح بكرة الصبح تبص على القمح بتاع حضرتك، لو عندك إصابة ابدأ رش مبيد فطري. هقول لحضرتك دلوقتي إيه هي المركبات اللي إحنا هنستخدمها لمكافحة هذه الأصداء، أو إيه هي المركبات اللي انت هتستخدمها بشكل وقائي عشان ما يحصلش عندك اي نوع من الاصابات اللي ممكن تاثر لك على الانتاجيه بشكل كبير جدا. يبقى زي ما قلنا يا جماعه ان هو بينتشر في وسط او في درجه حراره من 15 الى 20 درجه مئويه وفي رطوبه نسبيه عاليه، يعني في شهر واحد وشهر اتنين بينتشر هذا النوع من الاصداء بشكل كبير جدا، وبيبدا ياثر على الاوراق واحده واحده، ولما بتشتد الاصابه يا جماعه بتبدا تنشف الاوراق خالص وبتقع من على النبات، وبتلاقي ورق كتير جدا موجود في المنطقه السفليه بتاعت النبات، ويبقى عليه الاصابه بالمرض ده اللي هو صدأ الاوراق او الصدأ البرتقالي. وده بيأثر بالطبيعه يا جماعه على السمله، وبالتالي بيؤثر على حبوب القمح اللي موجوده داخل السبلات، بيؤدي الى انكماش وضمور حبه القمح اللي موجوده عند حضرتك. ده بالنسبه للمرض الاول او صدأ الاوراق وهو الصدأ البرتقالي. النوع الثاني يا جماعه من الاصداء وهو الصدأ الاصفر او الصدأ المخطط، وده من اخطر الامراض اللي ممكن تصيب نبات القمح وممكن يدمر لك المحصول بشكل كامل، وهو الصدأ الاصفر او الصدأ المخطط. والنوع ده من الاصداء يا جماعه بيبدأ ينتشر برضو في درجات الحراره المنخفضه والرطوبه النسبيه العاليه، يبقى لما تكون درجه الحراره عندنا يا جماعه من 10 الى 20 درجه مئويه، يبقى انت تتوقع حدوث اصابه بمرض الصدأ الاصفر، فبتبدأ ترش يا جماعه اي مركب من المركبات الفطريه اللي هتشتغل معاك بشكل وقائي عشان ما يحصلش عندك اي اصابه، عشان ما نرجعش نقول ده الانتاجيه قلت عندي. يبقى المرض ده يا جماعه بينتشر في درجات الحراره المنخفضه والرطوبه العاليه. والمرض ده يا جماعه او النوع ده من الاصداء بيبقى عباره عن خطوط متصله ببعضها البعض، خطوط صفراء زي ما احنا شايفين كده يا جماعه متصله ببعضها البعض، ولما تيجي تمسك الورقه كده يا جماعه بتحس بلون اصفر على ايدك او على الورقه نفسها. ده النوع الثاني يا جماعه من الاصداء، وزي ما قلنا ان هو بيأثر على الانتاجيه بشكل كبير جدا، وبرضه يا جماعه بينتشر في شهر واحد وشهر اتنين، فنخلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا. النوع الثالث يا جماعه من الاصداء وهو من اخطر الامراض اللي ممكن تصيب نبات القمح، وبرضه بتأثر على الانتاجيه بشكل كبير جدا، لانه بيصيب القمح يا جماعه في مرحله خطيره جدا وهي مرحله النضج. النوع ده يا جماعه من الاصداء بنسميه احنا الصدأ الاسود او صدأ الساق، وده بيصيب جميع اجزاء نبات القمح، يعني يؤثر على السيقان، يؤثر على الاوراق، ويؤثر على سنابل القمح بشكل كبير جدا، وبالتالي هيأثر لك على الانتاجيه ويأثر على جوده حبوب القمح اللي موجوده عند حضرتك. وبيبدأ ينتشر المرض ده يا جماعه مع ارتفاع درجات الحراره وبرضه في رطوبه نسبيه عاليه. يبقى نخلي بالنا يا جماعه من الثلاث انواع من الاصداء دول ممكن يأثروا لك على الانتاجيه بشكل كبير جدا، وهترجع حضرتك في الاخر تقول لي ده انا ما جبتش انتاجيه كويسه زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس. احنا قلنا يا جماعه الاساس عندنا ان احنا هنشتغل بشكل وقائي
على النبات اللي موجود عندنا، يعني ما يحصلش عندك اي نوع من انواع الاصابات. طيب تعالج الامراض دي ازاي او تكافح الامراض دي ازاي؟ الاساس عندنا يا جماعه زي ما قلنا انك انت في البدايه هتزرع في المواعيد المناسبه وتختار الاصناف المقاومه للاصداء، وشرحنا الكلام ده كله بالتفصيل. طيب حضرتك زرعت وخلاص، واحنا دلوقتي قدام الامر الواقع، هتشتغل ازاي وايه هي المركبات اللي حضرتك هتستخدمها لمكافحه الامراض الفطريه بقى بشكل عام؟ يعني لما اقول لك النهارده يا جماعه على المركبات دي، المركبات اللي اقول لك دي هتكافح معاك الصدأ الاوراق، وهتكافح معاك الصدأ الاسود، وهتكافح معاك الصدأ الاصفر او الصدأ المخطط، وهتكافح معاك كمان يا جماعه التفحم السائب، وهتكافح معاك التوقعات البكتيريه، هتكافح معاك العديد من الامراض الفطريه والبكتيريه اللي بتصيب نبات القمح. نركز مع بعض كده يا جماعه واقول لك على كل المركبات اللي ممكن تستخدمها، واقول لك برضو على بعض المواد الفعاله عشان لو حضرتك مش موجود معانا في مصر وحضرتك قاعد بتتابعنا من اي دوله من الدول العربيه. رقم واحد، هتستخدم فستيل الالومنيوم بمعدل 2.5 جرام لكل لتر ميه. والاساس عندنا يا جماعه انك انت ما تخلطش اي مبيد فطري مع مبيد فطري تاني، يعني المركب اللي هقول لك دلوقتي هو المركب اللي حضرتك هتستخدمه. لو قلت لك مركب لوحده يبقى تستخدمه لوحده، لو قلت لك اتنين مركبين مع بعض تستخدمه مركبين مع بعض. يبقى رقم واحد عندنا يا جماعه هتستخدم فستيل الالومنيوم بمعدل 2.5 جرام لكل لتر ميه. يا جماعه ده بيشتغل معاك مكافحه، بيشتغل معاك علاجي، وهيشتغل معاك وقائي. يعني انت لو عندك اصابه ترش فستيل الالومنيوم، ما عندكش اصابه ترش حاليا دلوقتي يا جماعه ترش رشه فطري، رشه مهمه جدا في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده. رقم اتنين يا جماعه هتستخدم ريدوميل جولد بمعدل 2.5 جرام لكل لتر ميه. رقم ثلاثة يا جماعه ممكن نستخدم الماده الفعاله ازوكسستروبين، ودي موجوده في الامستار توب مثلا، وهتستخدمها بمعدل 1 سنتي لكل لتر ميه. رقم أربعة يا جماعه ممكن تستخدم بيرفيكيور ان بمعدل 2.5 سنتي لكل لتر ميه. ممكن كمان يا جماعه نستخدم بوليرام بمعدل 2.5 جرام لكل لتر ميه. ممكن نستخدم كمان يا جماعه داكونيل بمعدل 2.5 سنتي لكل لتر ميه. دي يا جماعه العديد من المركبات اللي ممكن حضرتك تستخدمها لمكافحه الاصداء اللي بتصيب نبات القمح، ولو برضه هيشتغل معاك بشكل وقائي عشان لو عندك اي اصابه ولا حاجه او اي اصابه فطريه ممكن تاثر على النبات، وبالتالي هتاثر على الانتاجيه اللي موجوده عند حضرتك. الاساس عندنا يا جماعه زي ما قلنا ان احنا نشتغل على نبات القمح بشكل وقائي، خاصه في الامراض الفطريه، يعني ما تستناش ان يحصل عندك اي اصابه وبعد كده تعالج. نخلي بالنا يا جماعه من الثلاث انواع من الاصداء دول، من اخطر الامراض اللي ممكن تقلل لك من الانتاجيه بشكل كبير جدا. والشيء بالشيء يذكر برضو يا جماعه، نخلي بالنا من البياض الدقيقي على نبات القمح، برضه هيأثر لك على الإنتاجية بشكل كبير جدا. البياض دي يا جماعة القمح هذكرك بيها ممكن ترش له سيفونات المصايل اللي موجودة في الطبس الإم، ممكن ترش له كبريت مايكروني، ممكن ترش له توباز. دي المركبات اللي ممكن تستخدمها على نبات القمح لمكافحة أو للوقاية من الإصابة بمرض البياض الدقيقي، وشرحنا قبل كده يا جماعة حلقة كاملة عن مكافحة البياض الدقيقي على نبات القمح، وهسيب لك الحلقة دي في حرف الأي لو حضرتك حابب ترجع لها. دول يا جماعه الثلاث اصداء اللي بيصيبوا نبات القمح: صدأ الاوراق اللي هو الصدأ البرتقالي او الصدأ البني، والصدأ الاصفر اللي هو الصدأ المخطط، وعندك اللي هو الصدأ الاسود او الصدأ الساق. والاخير ده يا جماعه اختارهم زي ما قلت لك لانه بيصيب النبات في مرحله حساسه جدا، وهي مرحله النضج، واللي ممكن الاصابه بالمرض ده يا جماعه الصدأ الاسود او الصدأ الساق ده ممكن يؤدي للاصابه بالتفحم السائب اللي موجود على سبله القمح، وشرحنا قبل كده يا جماعه التفحم السائب وازاي انك انت تقدر تكافح او تعالج الإصابة بالمرض ده لو موجود عند حضرتك في الحقل. بكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة، وأتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا حضراتكم، تحياتي.